السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله نتناول موضوع Intraoral Radiographic Examination. في الـ 2 chapters اللي فاتوا إحنا أخدنا X-ray machine وأخدنا Dental Image Receptors. فاضل نعرف هنعمل بيهم إيه، نعرف هنصور إزاي. عرفنا في الدنتال ايمج ريسبتورز نوعين من التكنيكس، انترا اورال راديوجرافيك تكنيكس واكسترا اورال راديوجرافيك تكنيكس. في الانترا اورال تكنيكس بنستخدم انترا اورال ايمج ريسبتورز، والاكسترا اورال تكنيكس بنستخدم اكسترا اورال ايمج ريسبتورز. من ضمن التكنيكس اللي احنا الانترا اورال تكنيكس اللي بنستخدم فيها الانترا اورال ايمج ريسبتورز كان بري ايبيكال وبايت وينج واوكلوزال تكنيكس، وعرفنا نميز ما بين الثلاثه تو سام اكستنت، وهنتناولهم بالتفصيل النهارده ان شاء الله. Before dealing with the techniques، احنا لازم نعرف يعني ايه proper radiograph، يعني احكم على radiograph ازاي اذا كان حلو ولا وحش. طيب اي صورة في الدنيا علشان احكم عليها حلوة ولا وحشة، يبقى انا لازم الصورة دي تبقى واخدة area of interest. يعني انا عايز اصور شجرة، لازم ان انا الشجرة دي تبقى تطلع كلها في الصورة، ما ينفعش اطلع نص الشجرة ونص الشجرة التاني مش باين. لازم الشجرة اللي أنا هصورها دي تكون أبعادها متناسبة، مفيش أي مشكلة في أبعادها، بمعنى مش مطولة شوية، مش متصورة بالعرض شوية ممطوطة، لا لازم الأبعاد بتاعتها تبقى proper. تالت حاجة لازم ألوانها تبقى كويسة، يعني ما هيش صورة فاتحة ما هيش صورة غامقة. فإذا ده هيترجم عندي إزاي في الراديوغرافز بتاعتي، لازم the radiograph should record the complete area of interest. بصور مولرز يبقى المولرز كلهم جايين في الصورة، بصور premolars يبقى premolars كلهم جايين في الصورة، and so on. has the least possible amount of distortion. distortion يعني improper dimensions. هو الطبيعي إن بيحصل some sort of distortion في أي صورة في أي radiograph في الدنيا، بس أنا عايز أقلل هذا distortion بقدر المستطاع، فلازم اتبع قواعد معينه علشان يقل بيها هذا الديستورشن. فالمقاس بتاع السنه يبقى مظبوط، ما تبقاش سنه elongated long شويه او سنه short شويه ما اقدرش اشوف منها او اعمل منها diagnosis. The proper radiograph should has optimum density and contrast. يعني ايه density and contrast؟ دول لهم ان شاء الله محاضره لوحدهم. density contrast ببساطه شديده جدا هي الوان، زي انا بظبط الالوان بتاعت التلفزيون، فانا بظبط الدنسيتي. الدنسيتي اللي هي البرايتنس بتاعتي، بخلي درجه السطوع بتاعه الصوره نفسها ما هياش فاتحه قوي وما هياش غامقه قوي. this what's meant by density. density the degree، بالنسبه لنا احنا بنشتغل في ابيض واسود، فانا في الاخر the degree of darkness of the image، يعني تبقى فاتحه ولا تبقى غامقه، ولا تبقى مظبوطه لا هي فاتحه ولا هي غامقه. contrast يعني التباين ما بين الالوان، انا عشان اقدر افرق بين restoration وبين enamel وبين dentine لازم ان الوانهم نفسها تبقى مختلفه عن بعض، لازم يبقى في proper contrast between their densities in order to be evident or to appear on the radiograph or to be able to distinguish these colors on the radiograph. فعلشان كده لازم يبقى في كونتراست مظبوط ما بين الستراكشرز، ما ينفعش ابدا ان الريستوريشن والانامل والدنتين بما انهم فيهم مينرال كونتنت يبان ولون واحد ابيض، ويجي البالب والاير سبيس مثلا يبانوا لونهم اسود، كده ما فيش بروبر كونتراست بين الستراكشرز وبعضها، فبالتالي انا مش هعرف افرق بينهم. لا لازم والله الريستوريشن يبقى لونه فاتح جدا يليه الانامل درجه اغمق، يليه الدنتين درجتين ثلاثه اغمق منه جراي، فبالتالي اعرف ادستنجويش او اقول ان ده ريستوريشن ده انامل ده دنتين. علشان احقق الكرايتيريا اوف بروبر ريديوجراف لازم اتبع قواعد معينه في التصوير، بنسميهم principles of projection geometry. projection geometry يعني هندسه التصوير. يعني ايه هندسه التصوير؟ هندسه عموما بتديل with ايه؟ بتديل بمسافات distances، والهندسه بتديل بزوايا angles. فلازم انا وانا بصور زاويه التصوير بتاعتي تبقى مظبوطه، ولازم المسافات ما بين الماشين بتاعتي الكاميرا بتاعتي او ماشين الاكس راي والاوبجكت اللي انا بصوره والفيلم اللي بتقع عليه الصوره، لازم المسافات دي تبقى مسافات مظبوطه.
طب تعالوا، هو ان شاء الله الـ Principles of Projection Geometry ده topic هياخد محاضرة لوحده، بس احنا ان شاء الله النهاردة هناخد يعني just يعني hint صغيرة كده عن تأثير كل عنصر من عناصر تكوين الصورة في الصورة على الصورة نفسها سريعا. يعني first of all نتكلم على الفوكل سبوت. اول حاجه عندي الفوكل سبوت. مين هي الفوكل سبوت؟ نفتكر مع بعض. الفوكل سبوت كانت الاريا at which the x-ray is produced، الاريا على التارجت اللي بيطلع عندها الاكس راي. التارجت ده موجود فين؟ في الاكس راي تيوب. الاكس راي تيوب دي موجوده فين؟ inside the x-ray machine، inside the x-ray tube head. جوه التيوب هيد في تيوب صغيره فيها كاثود اند انود. عند الانود في حاجه اسمها target. عند التارجت في منطقة معينة اسمها focal spot. This is the spot or the area at which the x-ray is produced. Okay. طيب الفوكل سبوت دي اخبارها ايه؟ تبقى كبيرة ولا صغيرة؟ حجمها قد ايه؟ يعني وانا بشتري كده مكنة x-ray اختار وبفضل بين مكانتين، مكنة الفوكل سبوت بتاعتها 1 ملي والمكنة التانية الفوكل سبوت بتاعتها 4 ملي، اختار انه افضل في الصورة؟ هنختار اللي ليها small focal spot، هنختار الواحد ملي. طب ليه اختار الواحد ملي واسيب الاربعة مع ان الاربعة دي كبيرة يعني معناها تعيش معايا فترة اطول؟ لا، احنا قلنا الفوكل سبوت بتاعتي لما تبقى صغيرة، او يعني ايه الفرق بين الصغيرة والكبيرة؟ هنقول مع بعض كده زي بالظبط انا بشوف ظل ايدي وفي عندي على الحيطة مثلا بشوف الشادو of my hand وعندي كشاف. كشاف واحد هشوف شادو واحد لإيدي. طب لو انا عندي كشافين هشوف تو شادوز لإيدي. لو عندي ثلاث كشافات هشوف ثلاث شادوز لإيدي. كل ما كترت الشادوز كل ما كنت انا مش عارف اشوف ايه الشادو الحقيقي ومش عارف اجيب بروبر دايمنشن لإيدي اللي انا بصورها. This is the same that happens inside the patient's mouth. لما تزيد الفوكل سبوت كل نقطة على الفوكل سبوت بتطلع اكس راي، وكل اكس راي بتطلع صورة. طيب هو بكتر عدد، لما تكتر عدد الصور هتكتر عدد الشادوز، فبالتالي انا تهت ومش عارف ادلينيت the proper outline of the object. On the other hand لما تظهر حجم الفوكل سبوت بتظهر حجم الفوكل سبوت، فبالتالي بتقل عدد السورسز بتاعه الاكس راي بيم، فبالتالي بتقل الشادوز وبالتالي الاوتلاين بيوضح اكتر. يعني احسن صور لو احنا استخدمنا point focal spot، يعني focal spot بتاعتي كانت نقطة واحدة بس. بس هي لو كانت نقطة واحدة بس مش هينفع لانها تتحرق، لان احنا اتفقنا ان في المفروض نعمل يعني اتزان ما بين ال actual focal spot وال apparent focal spot. لو نفتكر حاجة زي دي قبل كده لازم focal spot بتاعتي تبقى as small as possible عشان resolution والsharpness بتاع الصورة والoutline بتاع الصورة يبقى كويس، بس لازم تبقى as large as possible علشان heat dissipation، لانها لو كانت نقطة واحدة هتحرق، مش هتستحمل الحرارة اللي هي الناتجة عن الاكس-راي production. فبالتالي انا لازم اوازن بين الحالتين دول. فعلشان كده عملوا حاجة معينة inside the x-ray machine، عمل يعني حطوا التارجت بانجل معينة بحيث ان الفوكر سبوت بتاعتي تبقى small apparently، يعني علشان اتحسن شوية من الشاربنس بتاع الصورة. اذا انا علشان الصورة بتاعتي تطلع كويسة تطلع optimum لازم يبقى الفوكر سبوت بتاعتي should be as small as possible. ولو احنا جينا نشوف هنا في الدايجرام بتاعنا، لما تبقى الفوكال سبوت بتاعتنا large focal spot بيبقى فيه multiple shadows موجودين، فبالتالي انا الاوتلاين بتاعي بقى هذي اوتلاين، غير لما تبقى point source بالمنظر ده كده، فبالتالي الاوتلاين بتاعي هنا more sharp of the image is more sharp. تاني حاجة عندي في principles of projection geometry focal spot object distance. ايه الكلام ده؟ انا عندي distance، ابتدينا نتكلم اهو في distances. انا عندي كام ديستانس مهمين في الراديوجرافي؟ عندي 2 ديستانسز، the distance between the x-ray source and the tooth والديستانس ما بين التوث والفيلم. الديستانس ما بين الاكس-ray source والتوث الا وهي الاوبجكت بنسميها focal spot object distance FOD or target film distance، نفس المسمى. الديستانس الثانيه المسافه ما بين التوث والفيلم او الاوبجكت والفيلم بنسميها اوبجكت فيلم ديستانس. دي المسافه الاولانيه اللي هي الديستانس ما بين الاكس راي ماشين والتوث، دي مسافه بتهمني. والمسافه الثانيه الديستانس ما بين التوث نفسها والفيلم. تعالوا نشوف كل واحده فيهم هتاثر ازاي على الصوره.
اول حاجه عندي نتكلم على الفوكال سبوت اوبجكت ديستانس، الديستانس ما بين الفوكال سبوت والفيم. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا لو عندي اكس راي ماشين وعندي كون، اقرب الكون قوي من وش العيان بحيث تبقى الديستانس ما بين الفوكال سبوت وما بين الاوبجكت بتاعي صغير، ولا ابعد الكون عن وش البيشنت واطول الديستانس؟ قال لك معلومه، الديستانس كل ما كانت طويله، كل ما بعدت شويه بالكون، كل ما الايمج بتاعتك كانت مور اكوريت، more dimensionally accurate. طب ازاي الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا هنا بصور من ديستانس معينه، ادي الكون وادي التوث، وعلشان اصور التوث بجيب خطين من الكون، واحد يمر باول السنه بالابكس اوف ذا توث، واحد يمر بالانساز الادج اوف ذا توث. هنبتدي نصور السنه، نمشي مع الخط ده هنلاقي ادي الابكس اهي، ونمشي على الخط الثاني ادي الانساز الادج. طلعت الايمج بتاعت السنه كبيره قوي كده، magnified. بالمناسبة الاكس راي بيم بما انها diverging، فبالتالي اي image في الدنيا هتطلع magnified image. شغلي انا ان انا اقلل magnification as much as possible، علشان magnification معناه ان اي صورة بتتكبر ال resolution بتاعها بيقل، ال sharpness بتاعها بيقل، بالتالي انا مش عايز الصورة magnified قوي، فمش عارف اشوف منها detail، لأ انا عايز الصورة تقريبا حجمها او ال size بتاعها almost قريب للطبيعي. اتكونت اول صوره وانا على بعد ديستانس معينه من التوث. طيب لو انا بعدت اكتر هيحصل ايه؟ هيحصل الاكس راي بيم هتدايفرج اكتر، ده طبيعي جدا خالص، ولكن الجزء اللي هيشترك معايا في تكوين الصوره هو مين؟ هو السنترال ريز، الريز الموجوده في النص، الريز الحمراء دي هي دي اللي هتكون لي الصوره، دي اللي هتلمس السنه، هي دي اللي هتصور السنه. طب والباقيين دول راحوا فين؟ الباقيين دول مش مشتركين معايا خالص في تكوين الصوره، هما دايفرجنج بيم بس مش مشتركه معايا في تكوين الصوره. امال مين اللي اشترك معايا في تكوين الصوره؟ ذا سنترال ريز، الريز اللي معديه في وسط الكون، ودول كل ما انت كل ما تقرب للسنتر كل ما الدايفرجنس بتاعك بيقل، وبتبقى اولموست انت بارلل، الريز بتاعتنا بتبقى بارلل لبعضها، فده بيبقى افضل في الصوره. طب تعالوا نشوف الصوره هتتكون عامله ازاي. تعالوا نمشي مع اللاينز الحمراء دي، هنلاقي الشادو اوف ذا توث، الشادو الاحمر ده اللي هو شادو اصغر شويه، الماجنيفيكيشن قل كتير، والسايز بتاع السنه ابتدى يقرب من السايز الطبيعي. فبالتالي انا هنا كل ما ابعد اكتر كل ما الايمج بتاعتي تبقى مور شارب اور ليس ماجنيفايد. طب مسألة قربي أو بعدي عن الأوبجكت ده بيحددها مين؟ بيحددها the length of the cone، طول ال PID أو الكون أو ال position indicating device. طول، وإحنا خدنا قبل كده إن إحنا عندنا في طول two cone lengths بنستخدمهم في dental radiography 8 inch and 16 inch. يعني معنى كده الكون 16 inch أفضل من الكون 18 inch من ناحية الشاربنس، يعني كل ما بعدت أكتر كل ما الشاربنس بتاع الصورة بقى أحسن. تمام، ودي جاوبنا على السؤال اللي بنسأله. نيجي للأوبجكت فيلم ديستنس. الأوبجكت فيلم ديستنس دي نظرية الضل. كل ما جبت ايديا وابتديت ان انا اقربها للحيطه، لو انا لزقت ايديا في الحيطه هيبقى الشادو بتاع ايديا على الحيطه قد ايديا بالظبط. كل ما ابعد هيبتدي يحصل ماجنيفيكيشن للشادو بتاع ايديا، زي هنا بالظبط كده. كل ما كنت قريب من الفيلم، الاوبجكت قريب من الفيلم، الشادو بتاعه كان متشاف وكان بروبر اوتلاين. كل ما نبعد اكتر بيزيد الماجنيفيكيشن، ولما بيزيد الماجنيفيكيشن شاربنس بتاع الصوره بيقل والريزولوشن بيقل. فانا يهمني ايه؟ يهمني الاوبجكت فيلم ديستانس يبقى as small as possible، يعني اللي يهمني ان التوث تبقى in direct in contact مع الفيلم. اي صوره هتتاخد وحد اتحرك في الصوره، الصوره هتطلع مهزوزه. لو انا بتصور اتحركت الصوره مهزوزه، يبقى المفروض في الاخر انا انصح العيان don't move، خلاص be steady and don't move during taking radiographs. خلاص احنا هنثبت ومش هنتحرك. التيوب بتاعتي ابقى checking الماشين بتاعتي نفسها ان مبقاش فيه مفصلة مثلا الارم بتاعي بيتحرك، لا ده هيبوظ لك الصورة، هتطلع الصورة هازي، هيبقى هتطلع اسمها blurred image. الفيلم نفسه ما يتحركش inside the patient's mouth، يعني العيان ساعات ما بيبقى ايديه بتترعش شويه فبتدي يحرك الفيلم، فده بيبوظ لنا الصوره. او البيشنت نفسه ممكن ان هو مجرد نفس العيان نفسه ان هو ياخد بريث كده، يعني ده احنا ساعات بنقول البيشنت يعني معلش هنكتم نفسنا شويه، يعني لان في ناس بتتحرك جامد قوي وهي بتاخد نفسها، فبالتالي الايمج بتاعتها بتطلع بليرد. ف
فاحنا لا نحاول ان احنا بقدر المستطاع ننبه على البيشنت ان هو يبقى ثابت بدون حركة. نيجي للونج اكسس اوف ذا اوبجكت ان ذا فيلم. طيب انا احسن صورة هتطلع عاملة ازاي لو انا حطيت، انا نتخيل ان التوث اهي والفيلم يبقى لازق في التوث بالظبط كده in direct contact with the tooth، الاثنين واقفين long axis of the tooth parallel to the long axis of the film والاكس ري بيم نازله perpendicular عليهم هما الاثنين، هنا تضمن انك انت تحصل على image للتوث نفس الدايمنشن بالظبط بالملي بتاعت التوث. دي احسن صورة. احسن صورة long axis of the object and the film are parallel والاكس ري بيم perpendicular to both. لكن في الحقيقة الوضع ده ما ينفعش يبقى achieved inside the patient's mouth. مستحيل تلاقي التوث، التوث دي موجودة جوه فين؟ التوث دي مش قاعدة لوحدها كده، التوث دي موجودة جوه بون. So far التوث دي موجودة جوه بون، إذا أنا عندي بقى في distance لازم هتكون موجودة ما بين التوث وما بين الفيلم، والفيلم مش هياخد وضع ال parallelism بينه وبين long axis of the tooth، هيبقى الفيلم مايل to accommodate the shape of the oral structures. فبالتالي انا ما حققتش عنصر ان اللونج اكسس اوف ذا توث يبقى بارال لونج اكسس اوف ذا فيلم، فمستحيل في الاخر الاكس ري بيم تبقى نازله بيربنديكولار عليهم هما الاثنين مع بعض. الوضع ده بما ان هو وضع الشائع والوضع السائد وهو ده الوضع الطبيعي في الحقيقه في الاورال كافيتي، فده له طريقه معينه في التصوير. طب لو احنا برضو اصرينا ان احنا تو مينتين باراليليزم، لا تو مينتين باراليليزم بقى بين اللونج اكسس اوف ذا توث واللونج اكسس اوف ذا فيلم، يبقى احنا كده هنبعد، لازم نضطر نبعد شويه كده عن السنة علشان نخلي ال long axis of the tooth parallel to the long axis of the film والاكس ري بيم تنزل perpendicular عليهم هما الاثنين، يبقى انا لازم ابعد شوية عن التوث، وطالما بعدت شوية عن التوث يبقى انا زودت مين؟ ال object film distance، وطالما زاد ال object film distance يبقى هيحصل فيه مشكلة في الصورة. يعني صحيح انت حاولت تصلح حتة وانك تعمل parallelism عشان تحصل على sharpness كويس، ولكن في الاخر انت بوظت حاجة تانية، فبالتالي الصورة مش هتطلع dimensionally accurate زي ما انت متصور. الوضع ده برضو له طريقة في التصوير هنتناولهم هما الاثنين ان شاء الله بعد شوية. نبدأ بالperiapical radiography، ده اول نوع من انواع intraoral radiography. يعني ايه periapical radiography؟ this is a technique, an intraoral radiographic technique which shows the tooth and surrounding structures. The tooth, crown, root, periapical area, surrounding structures اللي هما مين؟ lamina dura, periodontal membrane space والalveolar bone. يبقى أنا هنا عندي الـ periapical، معنى كلمة periapical ده technique هيوريني التوث كلها from the incisal edge or occlusal edge or occlusal surface to the apex of the tooth. هتبين الكراون كله والروت كله والسراوندينج ستراكشرز. كام سن هتبين؟ كام سن هتبين؟ from 2 to 4 teeth. ممكن سنتين يبانوا، ممكن 3 يبانوا، ممكن 4 يبانوا، according to on the one on one film، according لايه عدد السنين اللي بيبان، according لايه؟ يعني هنا في سنتين، 4 سنات، 4 وشويه، 3، according لحاجه مهمه جدا the size of the film. على حسب size of the film، على حسب الـ عدد السنان اللي هتبين. يعني size film size 1 مثلا بيبين لي الـ anterior teeth، 2 anterior teeth يدوب في الـ adults. لو انا عندي standard film، الـ standard film ده اللي هو number كام؟ number 2 بنسميه periapical film size 2. size 2 periapical film ده بيبين لي 4 anterior teeth، 4 anterior teeth أو 3 posterior teeth، وساعات 4 posterior teeth لو أنا هصور 2 premolars و 2 molars مثلا ممكن يبين 4 posterior teeth، أو لو حجم التيث كان صغير شوية هيبين 4 posterior teeth، بس هو في العادي بين 3 molars. ايه الانديكيشنز بتاعت البريبيكال ريجيوغرافي؟ امتى اوصف للعيان او اكتب للعيان او اطلب من العيان بريبيكال ريجيوغراف؟ اول حاجه عندي لو جالي البيشنت وانا شايف انه في signs or symptoms للانفكشن، حاسس ان في عنده انفكشن او انفلاميشن، يعني معناها ان في حاجه في البريبيكال اريا. دي صوره لبيشنت خد تروما في التوث بتاعته، التوث بتاعته اتكسرت، حصل فراكتشر للكراون، وفي حاجه كده فوق التوث بنسميها جامبويل، حبايه فوق التوث بنسميها جامبويل. الكرايتيريا دي كلها التروما والفراكتشر والجامبويل بتقول كل الكلام ده، بيقولوا ان في انفكشن تحت السنه دي، في انفلاميشن تحت السنه، في some sort of problem underneath the tooth.
صورنا بريبيكال ريديوجراف، من البريبيكال ريديوجراف بتاعي لقينا فيه هنا this is a بريبيكال ريديوجراف، في البريبيكال اريا لقينا فيه اريا لونها دارك شويه، بنسميها ريديولوشنت اريا، اريا لونها دارك شويه surrounding the apex of the tooth، دي indicative لي بريبيكال انفلاميشن. تاني حاجة عندي أي periapical bony lesion، ولو عندي periodontal disease. Periapical bony lesion مش شرط إن الليجن بتاعي ده بإنفكشن أو إنفلاميشن، ممكن يبقى أي مشكلة في البون تحت. Periapical bony lesion أي مشكلة حصلة في البون زي الريجيوغراف، الليفت سايد ريجيوغراف، في عندي في الperiapical area في huge rounded periapical lesion related to the root of the lower first molar. At the image on the right انا عندي هنا حصل alveolar bone resorption، ابتدى الليفل بتاع الالفيولار بون يقل، التيث نفسها واقفه جنب بعض، ولكن في اجزاء من السنان especially around the first molar tooth الالفيولار بون ليفل قليل شويه. الالفيولار بون ليفل قليل ده بنسميه periodontal disease or alveolar bone loss، نوع من انواع الديزيزز اللي بتصيب البريدونشيوم بنسميه alveolar bone loss. الالفيولار بون لوس ده بتشوفه بالبريابيكال ريجيوغرافس وبتحدد الليفل بتاعه. assessment of tooth abnormalities اي مشكله في السن، اي مشكله في السن زي ايه؟ كارز، ممكن المشكله دي تبقى كارز، ممكن المشكله دي تبقى روت فراكتشر ما تقدرش تشوفه كلينيكالي، ده هتشوفه بس ريجيوغرافيكالي. ممكن يبقى مشكله في المورفولوجي اوف ذا روتس، ساعات فور اكزامبل مثلا قبل ما نعمل اندودونتك تريتمنت بناخد ريجيوغراف نعمل بيه كده جست بريليمينري دايجنوزز للكيس، ابتدي اتفرج على روت الاقي ايه ده المورفولوجي غريبه جدا، الكونديشن دي بنسميها تورودونتيزم، الكونديشن دي بنسميها دايلاسيريشن دايلاسيريتد روتس. فبيفور اني سورت اوف انترفنشن انسايد ذا توث بناخد بريابيكال ريجيوغراف عشان ابتدي اشوف السن دي شكلها عامل ازاي جوه البون، انا دي حاجه مش شايفها. لو انا هعمل اندو تريتمنت فور اكزامبل لازم اخد بالي طبعا من الروت كيرفيتشرز، هنا لازم اخد بالي من الروت شيب في الصوره اللي فوق. حالات الامباكشن، حالات الان ايرابتد تيث، لو انا عندي بيشنت تشايلد صغير وعنده مشكله مثلا في الديسيدوس دنتيشن وانا عايز اعرف احل المشكله دي ازاي، عنده فور اكزامبل كارز في ديسيدوس مولر، عايزين نعرف اذا كنا نعمل اكستراكشن لهذا الديسيدوس مولر ولا ان احنا نعمل اوبراتيف تريتمنت للديسيدوس مولر ده. فاكوردنج تو ذا ديجري اوف ايربشن للبيرمننت سكسسورز هنحدد اللاين اوف تريتمنت بتاعنا. زي هنا كده انا عندي مثلا مشكله في الديسيدوس مولرز وابتدي اشوف الريليشن شيب ما بين البيرمننت والديسيدوس دنتيشن، ابتدي اشوف البيرمننت بتاعي قرب يايربت ولا لسه فاضله شويه، لسه فاضله شويه نجو ثرو اوبراتيف تريتمنت، والله قرب يايربت خلاص يبقى ممكن نعمل اكستراكشن للديسيدوس مولرز. يبقى انا هنا ابتدي اعمل ديتكشن للان ايربتد تيث بتاعتي، ابتدي اعمل ديتكشن الامباكشنز في الحقيقه، لو انا عندي امباكتد كيناين زي هنا كده ابتدي اشوف البوزيشن بتاع الامباكتد كيناين، عندي امباكتد 8 لور ثيرد مولر ابتدي اشوف ايه البوزيشن بتاعه ايه. Another indication for periapical radiograph and an important indication for the periapical radiographs is during endodontic treatment. في الاندودونتيك تريتمنت احنا بناخد حوالي 4 radiographs في الاندو. الأربعة ريجوغراف دول أول ريجوغراف بتاعي بيبقى pre-operative ريجوغراف، ده بس بعمل بيه diagnosis للكيس، بشوف المورفولوجي of the roots، أبتدي أعمل preliminary detection للشيب بتاع الروتس بتاعتي، البون ليفل، تاني ريجوغراف بتقيس بيه length of the tooth، تالت ريجوغراف تبتدي تشوف length of the obturation or of the intracanal restoration، واخر حاجه عندي بوست اوبراتيف ريجيوغراف بعد ما خلصنا وعملنا روت كانال فيلينج ابتدي اعمل اسسمنت للفيلينج بتاعي واشوف هل هو كويس ولا فيه اي مشاكل. امبلانت سايت اسسمنت، لو انا عندي بيشنت هنا خالع المولرز فور اكزامبل وعايز احط امبلانت في الايدنشلس اريا بتاعته، ابتدي اشوف الريميننج الفيولار بون يا ترى يسمح ان انا احط امبلانت ولا ما يسمحش،
والله لقيته يسمح اوكي، ولان جود ما لقيتوش يسمح، ولقيت فور اكزامبل في عندي مشكله وعايز ابتدي ان انا اضيف بون في المنطقه دي شويه واحط جرافت او اعمل اي بروسيجر تطول لي اللينث بتاع البون شويه او الهايت اوف ذا بون شويه، فابتدي اعمله. فعملت بري اوبراتيف اسسمنت للامبلانت سايت، وابتديت اعمل بوست اوبراتيف اسسمنت بعد ما حطيت الامبلانت. وهنا بعد ما حطيت ايه السوبرا ستراكشر الاباتمنتس خلاص حطيناها، وبعد كمان فولو اب بعد فتره علشان نقدر ان احنا ناسس السكسس اوف ذا دنتال امبلانت. فقدرت هنا اعمل بري اند بوست اوبراتيف اسسمنت للامبلانت سايت. What are the pre-apical radiographic techniques? We have two pre-apical radiographic techniques. اسمين bisecting angle technique و paralleling technique. مين دول؟ لو نفتكر نرجع تاني نفتكر مع بعض أحسن صورة تطلع لما the long axis of the tooth is parallel to the long axis of the film and the x-ray beam is perpendicular on both. دي أحسن صورة هتطلع. اتفقنا ان الصورة دي صعب انها تطلع في الأورال كافيتي لان انا عندي احتمال من اتنين. لو انت ابتديت تفضل الكونتاكت الفيلم هيميل، يعني لو انت خليت الفيلم يلمس التوث الفيلم بتاعي هيبقى مايل زي هنا كده. لو هيلمس التوث هيلمس انسايز الارج اوف ذا توث، لو حاولت تخليه ان كونتاكت للتوث بتاعتك يبقى هيميل، وطالما هيميل يبقى انا هنا ما بقتش بارلل لبعض. لو انت فضلت الباراليليزم اوكي لونج اكسس واللونج اكسس بارلل لبعض والاكس ري بيم نازله بيربنديكولار هما الاثنين، فبالتالي انت فقدت عنصر الكونتاكت، الاوبجكت ديستانس بتاعك هيزيد، فبالتالي هيحصل ماجنيفيكيشن في الصوره. طب احنا هنعمل ايه في الحالتين دول؟ يعني لو انت حبيت تحط الفيلم بالمنظر ده او لو حبيت تحط الفيلم بالمنظر ده هتصور ازاي؟ تعالوا ناخد مع بعض كل حاله في دول هنصورها ازاي. في حاله الكونتاكت لما الفيلم يبقى مايل واللونج اكسس اوف ذا توث ما يبقاش بارلل لونج اكسس اوف ذا فيلم، ويبقى في انجل ما بين التوث والفيلم، ادي اللونج اكسس ده واللونج اكسس ده، بقى في انجل ما بينهم طالما هما مايلين، احنا سمينا هذا التكنيك بايسكتنج انجل تكنيك. اما لو حضرتك فضلت الباراليليزم الاكس راي بيم تبقى سوري لونج اكسس اوف ذا توث يبقى بارلل لونج اكسس اوف ذا فيلم، حضرتك فضلت الباراليليزم يبقى ده اسمه بارلينج تكنيك. تعالوا نشوف كل واحد فيهم هيتصور ازاي. First bisecting angle technique الاسم التاني ليه short cone technique. الاسم التاني لأي تكنيك ده اسم مهم جدا، وممكن استخدم الاسامي interchangeable، يعني ممكن ما اقولكش bisecting angle technique اقولك short cone technique، فلازم تبقى عارف ان ده المقصود بيه bisecting angle technique. وسميناه ليه short cone technique عشان بنستخدم معاه short cone، short cone اللي هو 8 inch. ايه موضوع bisecting angle technique؟ دي مبنية على rule في الهندسة اسمها rule of isometry. تعالوا نتفرج مع بعض ايه هي rule of isometry. في الهندسة بيقول ان انا عندي لو انا عندي مثلث كبير زي ABD وانا عايز اقسمه لتو triangles قد بعض بالظبط، هعمل ايه؟ ابتدي انزل من tip of the triangle or من apex of the triangle of the main triangle الكبير، وابتدي اعمل bisection للانجل، انصف الزاوية بتاعتي اللي هي DAB، انصف الزاويه دي وانزل perpendicular على البيز اوف ذا تراينجل. كده انا هقسم التراينجل الكبير لتو تراينجل صغيرين قد بعض ولا مش قد بعض؟ ايه الشرط انهم يبقوا قد بعض؟ انا عايزهم قد بعض. طب ايه الشرط؟ انك انت تنصف الزاويه وتنزل perpendicular. بالطريقه دي بقى عندي تو تراينجلز عندهم الزاويه دي قد الزاويه دي، زاويتين زي بعض بالظبط قد بعض بالظبط، وان كومن سايد، سايد مشترك. بالطريقة دي انت وصلت انك انت قسمتهم لـ two triangles قد بعض بالظبط. يبقى لو انا نزلت نصفت الزاوية دي ونزلت perpendicular انا ضمنت ان انا يبقى عندي سايد DA قد سايد BA، ضمنت الـ two sides دول يبقوا قد بعض، فضمنت الـ two triangles يبقوا قد بعض بالظبط ومتماثلين. طب دي ايه علاقتها الرول دي باللي احنا فيه، باللي احنا بنتكلم فيه بالجيوغرافي؟ هو وضع السنة هو اللي خلى الساينتست يتخيلوا هذا التخيل، بمعنى وضع التوث وضع الفيلم بالنسبة للتوث. يعني أنا في العادي السنة قاعدة في البون بالطريقة دي، ويجي الفيلم
بتاعي هو انا بحاول بقدر المستطاع اخليه قريب من السن عشان اقلل الاوبجكت فيلد ديستانس عشان احصل على ريزولوشن كويس للصوره او احصل على شاربنس معقول. فبحاول ان انا اقرب الفيلم للتوث، ولكن لما قربت الفيلم للتوث الفيلم هيلمس التوث عند الكراون بس، ولكن هيبقى مايل to accommodate for the oral structures. وطالما ان الفيلم هيبقى مايل يبقى هيتكون انجل ما بين اللونج اكسس اوف ذا توث واللونج اكسس اوف ذا فيلم، مش هيبقوا بارلل لبعض خلاص، هيبقوا في بينهم زاويه. ادي اللونج اكسس اوف ذا توث وادي الانجل اللي ما بين التوث وما بين الفيلم. من هنا جت نظرية الايزومتري، قال لك ايه ده، طب ما انا عايز الايمج بتاعت التوث، ادي التوث اهي، انا عايز الايمج بتاعتها تبقى قدها بالظبط على الفيلم. يبقى دي نظرية الايزومتري فعلا، انا عايز السايد ده كأن ده تراينجل كبير وهقسمه تو تراينجل صغيرين، وعايز السايد ده قد السايد ده. ايه الشرط؟ ان انا انصف الزاوية دي وانزل بيربنديكولار على مين؟ على البيس بتاعت التراينجل. انصف الزاوية، الحاجة اللي بتنصف لي الزاوية دي اسمها بايسكتر، هبايسكت الانجل ببايسكتر معين. واعمل ايه؟ ده البيز اوف ذا تراينجل، تمام؟ البيز اوف ذا تراينجل، يبقى انا اعمل بايسكتور كده، انصف الزاويه وانزل رايت انجل للبيز بتاعه التراينجل الكبير. طب رايت انجل اللي هو ايه يعني؟ طب ايه رايك لو احنا جينا عملنا الاتي، نزلنا الاكس راي بيم بتاعتي، يعني انا عندي السنه وعندي الفيلم خلاص حطيتهم، انزل بالاكس راي بيم بتاعتي ازاي؟ انزل بالاكس راي بيم بتاعتي بيربنديكولار على المنصف بتاع الزاويه على البايسكتور. فبالتالي لو انا نزلت 90 درجه على البايسكتور ده، انا ضمنت ان انا عملت تو تراينجلز، السايد الاولاني فيهم اللي هو اللينث اوف ذا توث بقى قد اللينث اوف ذا توث على الفيلم. طب ده كلام عظيم جدا. يعني احنا تخيلنا كده ان السنه والفيلم دول مثلثين مختلفين، وده ضلع وده ضلع فيهم، والضلعين دول انا عايزه اخليهم زي بعض بالظبط، نصفت الزاويه ما بين السنه والفيلم بتاعي، وهنزل بيربنديكولار على الايه بالبايسكتور بالمنصف ده، بيربنديكولار بيز اوف ذا تراينجل. البيز اوف تراينجل ده مين اللي عامله؟ السنترال بيم، الاكس راي بيم. حلو، يعني معناها الاكس راي بيم برضو انا دلوقتي كل الكلام ده انا مش عارفه، انا لا شايف بايسكتور ولا شايف حاجه. البايسكتور ده حاجه بتتشاف يعني في الاورال كافيتي؟ لا، البايسكتور ده انت مش شايفه، بس في نفس الوقت انا بقول لك انزل بيربنديكولار على البايسكتور. يعني ايه بيربنديكولار على البايسكتور؟ يعني ظبط الزاويه بتاعتك، ظبط الاكس راي ماشين بحيث انك انت تبقى نازل بيربنديكولار على البايسكتور. ايوه، فين بقى هو البايسكتور؟ مش شايفينه. طب هنعمل ايه طالما مش شايفينه؟ عملوا تجارب على ملايين البشر ولقوا انه الاكس راي بيم بتاعتي لما تبقى مظبوطه على زاويه معينه معناها انك انت كده بيربنديكولار على البايسكتور. يعني وانت بتصور فور اكزامبل ابر انتيرير تيف، هتظبط الاكس راي ماشين على زاويه معينه، زاويه كده محفوظه الناس حافظينها، التكنيشنز والاورال ريديولوجيست كل الناس العاملين في هذا المجال حافظين الزوايا دي. كده معنى انك انت تظبط الانجل بتاعتك او تظبط زاويه الماشين على الزاويه دي معناها انك انت كده نازل بيربنديكولار على البايسكتور. بتصور كناين نفس الحكايه، ليها زاويه معينه. بتصور بريمولرز، بتصور مولرز، كل اريا في الاورال كافيتي ليها زاويه معينه في التصوير، الزاويه دي بتقول لك انك بيربنديكولار على البايسكتور. خلاص، يبقى انا مش هتعب نفسي في حاجه، انا يا دوب هظبط الزاويه ومتشكرين. الزاويه دي اسمها ايه؟ اسمها vertical angulation. vertical angulation هي حركه الكون فوق وتحت. ال vertical angulation دي الحركه among the vertical plane up and down movement. ال vertical plane اللي هو البلين الطولي، ال up and down movement لو انت ابتديت انك انت ترفع الكون لفوق، تصور سنان فوق يبقى انا هجيب الكون من فوق، تصور ال lower teeth المانديبولر تيث يبقى انت هتجيب الكون من تحت. حركه الكون فوق وتحت دي بنسميها vertical angulation، ده up and down movement of the cone of the x-ray machine. دي الانجل ما بين مين ومين؟ هي دي الانجل لو احنا افترضنا ان ده الاوكلوزال بلين، هي الانجل ما بين الكون وبين الاوكلوزال بلين. الانجل ما بين الكون وبين الاوكلوزال بلين هي دي ال vertical angulation. This is the angle between the central rays and the plane, the occlusal plane. The central rays and occlusal plane. بتبقى بتاخد علامة إشارة لما أنت تكون بتصور upper، بتاخد positive sign، ولو بتصور lower فإحنا بناخد negative sign. طيب إيه هي ال vertical angulation؟
اللي المفروض احنا نصور بيها، يعني انا احرك الارفع يكون قد ايه فوق او انزله قد ايه تحت علشان اضمن ان انا بصور مظبوط. الفيرتيكال انجليشنز كالاتي، مين اللي بيحددها؟ هنلاقي فيه كده سكيل على الاكس راي تيوب هيد، في سكيل معين كده بيبقى مكتوب عليه الزوايا كلها. السكيل مكتوب عليه الزوايا دي بتظبط انت بتميل الكون لتحت كده، لو انت عايز تصور سنان ابر فبتجيب الكون من فوق وتميله كده لتحت، تجيبه من فوق يبقى باصص من فوق كده، انت بتصور سنان فوق، وتظبط الزاويه بتاعتك على حسب ما هنقولك، او لو هو هتصور سنان لور بتجيب الكون من تحت وتبتدي تظبط الزاويه على حسب ما هنقول. السلايد دي او الانجلز دي محفوظات، تتحفظ ما فيهاش كلام، ما فيهاش جدل، ما فيهاش فصال، دي بتتحفظ. لو احنا عايزين هنحفظها ازاي مع بعض بقى كده، احنا الاورال كافيتي عندنا متقسم اربع، وحف التصوير ريجوغرافيكال سبيكينج عندنا فور ريجنز في الاورال كافيتي، انسايزرز كناين بريمولرز اند مولرز، اربع مناطق في اتنين ابر ولور يعني، فاحنا كده عندنا 8 ريجنز في الاورال كافيتي. الثمانية ريجنز في الأورال كافيتي دول كل ريجن منهم ليها أنجل معين. لو هنتكلم على الماكسيلاري انسايزرز، من بوست 55 تو بوست 60 ديجريز هتظبط الكون بتاعك، هتظبط الأنجل بتاعتك، الإكس راي ماشين بتاعتك هتظبطها على أنجل 55-60. وليه عملت رينج from 55 to 60 anatomic variation؟ ممكن واحد يبقى وشه قصير شوية، واحد يبقى شوط مطول شوية، والعكس يعني الفاريشنز في الاناتومي، البالت بتاع حد هاي شويه، البالت ده لو شويه، فيعني بنحاول نوازن الحكايه كده بحيث انه تطلع صوره as much as possible accept. فخلوا رينج عشان الاناتوميك فاريشن ما بين الناس، فدايما الرينج ده 5 درجات من 55 ل 60. طيب والكناين، طول ما انت راجع على ورا بتقلل الفيرتيكال انجليشن 10، يعني انا بدات من 55 to 60، لو انا هصور كناين 45 to 50، لو هصور بريمولرز تنزل 35 to 40، لو هتصور مولرز 25 to 30. احفظ الانتيرير فقط وحرك، ويعني ابتدي قلل عشرات طول ما انت راجع لورا، يعني بوست 55 to 60، بعدين 45 50 35 40 25 30. دي سهل اظن. في اللور نفس الحكاية ما اختلفناش كتير، بتبدأ from negative 20 to negative 25، بالنيجاتيف دي في اللور معناها ان الكون جاي من تحت. المانديبولر انسايزرز from negative 20 to negative 25، مانديبولر كناينز from negative 15 to negative 20، بريمولرز negative 10 to negative 15، مولرز from 0 to negative 5. برضو بتحرك خمسات فيما عدا اللور مولرز، هو من 0 لنيجاتيف 5 بس، تحرك خمسات طول ما انت راجع بتقلل خمسات، يعني احنا فوق في الابر كل طول ما انا راجع بقلل عشرات، وفي اللور طول ما انا راجع بقلل خمسات، بدات بنيجاتيف 20 تو نيجاتيف 25 وابتدي وانت راجع قلل خمسات، ال20 دي بقت 15 to 20، وال15 دي بقت 10 to 15، نيجاتيف 10 تو نيجاتيف 15، وبعدين في الاخر بقيت نيجاتيف اور فروم 0 تو نيجاتيف 5، يبقى بقلل عشرات طول ما انا راجع ورا في الابر، وبقلل خمسات طول ما انا راجع ورا في اللور. كده احنا نبقى ضمننا to some extent ان احنا perpendicular على مين؟ على البايسكتور. يبقى دي بتتحفظ، اسمها ايه الانجلز اللي احنا عمالين نحفظ فيها دي؟ اسمها vertical angulations. ال vertical angulations is the angle between the x-ray beam or the central rays and the occlusal plane. زي ما قلنا vertical angulation الانجل ما بين السنترال ريز والاوكلوزال بلين، الانجل ادي الاوكلوزال بلين وادي الفيرتيكال انجل وادي السنترال ريز. انا طالما ماشي بارالل، انا ما فيش هنا مش عامل اي نوع من انواع الانجلز مع الاوكلوزال بلين، انا ماشي بارالل للاوكلوزال بلين، طالما انا بارالل مش عامل اي انجل مع الاوكلوزال بلين، اذا اتس زيرو vertical angulation، ما فيش انجل، صفر. لو احنا جبنا الكون من فوق دي كده positive vertical angulation، لو احنا جبنا الكون من تحت دي negative vertical angulation، كده بصور mandibular teeth وهنا انا بصور maxillary teeth. طب يحصل ايه بقى لو حد ملتزمش بالقواعد دي؟
زادت مننا شويه الفيرتيكال انجليشن، هيحصل ايه؟ نتخيل كده مع بعض ان احنا واحد واقف في الدور التاني وواحد واقف في الدور الاتنين وعشرين. اللي واقف في الدور الاتنين وعشرين ده وفي ناس ماشيه بقى في الشارع، مين اللي هيشوف الناس صغيره ومين اللي هيشوف الناس اكبر شويه؟ اللي هيشوف الناس صغيرين هو اللي واقف في الدور الاتنين وعشرين طبيعي. فلو انا زادت معايا الفيرتيكال انجليشن، اذا الاوبجكت بتاعي اللي انا بصراحه بقى صغير. طالما زودت الفيرتيكال انجليشن يبقى لما بتزيد الفيرتيكال انجليشن بيحصل ايمج شورتنينج، بتصغر الصوره، بتقصر السنان، فور شورتنينج فور تيث، بيحصل شورتنينج في السنان. ايه اللي حصل؟ المفروض ان ده التوث وازي الفيلم، والمفروض ده الباستكتور وانزل انا بيربنديكولار على الباستكتور. لا، انت لما رفعت شويه، لما زودت الاكس ري بيم ما بقتش بيربنديكولار على الباستكتور، انت طلعت فوق وبقيت بيربنديكولار على الفيلم. طالما انا بقيت بيربنديكولار على الفيلم مش على البايسكتر، اذا حصل شورتنينج في الصوره. يبقى ايه معنى او ايه الريزلت اوف ذا اكسسيف فيرتيكال انجليشن؟ لو زادت، لو انا بصور الابر انسيجرز على بوزيتيف 55 تو 60، المفروض بصور بحد اقصى بوزيتيف 60، صورناه على بوزيتيف 70، عليت الزاويه شويه، هيحصل شورتنينج للصوره بتاعتك، للصوره بتاعت الانسيجرز. ليه؟ عشان انا بدل ما ابقى بيربنديكولار على البايسكتر بقيت بيربنديكولار على الفيلم. طيب امال ايه اللي يحصل لو كانت الفيرتيكال انجليشن انسفيشنت اور فلات؟ لو قلت الفيرتيكال انجليشن، لو قلت الفيرتيكال انجليشن بيحصل ايه بقى في الصوره؟ تبقى ممطوطه، الونجيشن، الصوره بتاعتي تبقى الونجيتد اور ديستورت. في الحقيقه بتبقى الونجيتد، طويله جدا لدرجه ان الابيكس بتاعتي ممكن ما تبانش. ايمج الونجيشن. هنا انا كنت بيربنديكولار لمين؟ على البايسكتور؟ لا، انا بيربنديكولار على التوث. يبقى انا عندي هنا في تو كونديشنز، مشكلتين بيحصلوا من الامبروبر فيرتيكال انجليشن. والله لو زادت الفيرتيكال انجليشن هيحصل ايه في الصوره؟ هيحصل شورتنج. زادت، نفتكرها كده بان انا واقف فوق وبعيد، فوق وبعيد هشوف الاوبجكت صغيره، فوق وبعيد ده هتشوف الاوبجكت بتاعتك صغيره، يبقى ايمج فور شورتنج. انت كده بيربنديكولار على مين؟ انا كده بيربنديكولار على الفيلم. لكن لو انا عندي insufficient vertical angulation or decreased vertical angulation، معناها ان انا perpendicular على التوث. طالما perpendicular على التوث، الايمج بتاعتي هيحصل لها elongation. في عندي حالات ببتدي ان انا احيد عن القاعده بقى، ببقى on purpose بغير في vertical angulation وانا عارف ان انا بغير فيها عن اللي احنا عارفينه. ايه هي الحالات دي؟ تعالوا نشوف مع بعض النورمال الاول. دي tooth normal tooth، ده long axis بتاع التوث، film bisector X-ray beam perpendicular على البايسكتور، دي هيطلع ايمج هايلة. اتبعت الفيرتيكال انجليشن المظبوطة وطلعت الايمج هايلة. يجي لي بيشنت تاني الالاينمنت بتاع السنان مختلف، الاقي السنة بتاعتي خارجة لبرة شوية، بنسميها labially inclined teeth، طلع لبرة، طلع labial. او تلاقي ان البالت بتاعي ما هواش واقف مظبوط كده، لا ده هو شالو شوية، شالو او لو ارش، بنسميها لو ارش بالت، يعني الكيرف بتاعه شويه واطي. طب حاله زي دي هنعمل فيها ايه؟ تعالوا نصورها بالفيرتيكال انجليشن اللي احنا عارفينها وحافظينها اهو. لقينا ايه؟ هل انا الاكس ري بيم بتاعتي بيربنديكولار على البايسكتور؟ الاجابه لا، انا مش بيربنديكولار على البايسكتور، دي الانجل دي اوبتيوس. طب اعمل ايه بقى علشان ابقى بيربنديكولار على البايسكتور؟ هعمل كده، لازم اطلع شويه بالزاويه. يعني احنا اجين كنا كده، ده العادي، ده اللي هيطلع لي صوره مش كويسه لان انا كده مش بيربنديكولار على البايسكتور، انا كده بيربنديكولار على السنه، فالسنه كده هيحصل لها شورتنج. طيب امال انا المفروض اعمل ايه؟ اطلع بالزاويه بتاعتك شويه، ارفع الزاويه بتاعتك، زود الفيرتيكال انجليشن شويه عشان تبقى بتضمن انك بيربنديكولار على البايسكتور. ازود الفيرتيكال انجليشن دي معناها ايه؟ معناها ان انا انزل perpendicular على البايسكتور، ابقى مظبوط perpendicular على البايسكتور. بزودها مقدار قد ايه؟ 5 degrees، بزود ال vertical angulation by 5 degrees. في حالات ايه؟ labially inclined teeth، low arched palate. ال low arched palate زيها زي ال shallow floor of the mouth. palate واحنا بنصور upper، floor of the mouth واحنا بنصور lower. لو المسافة دي shallow، ال floor of the mouth بتاعي shallow، زي بالظبط زي ال low arched palate.
هي نفس الحكايه، البوزيشن بتاع البايسكتور العظم نفسه اختلف، فالبوزيشن بتاع البايسكتور اختلف، فبالتالي لازم حضرتك تراعي ده في التصوير، انك انت في برضو الفيرتيكال انكليشن لازم تختلف. هتختلف يعني هيحصل لها ايه؟ هتزودها بمقدار 5 درجات. هم 4 كونديشنز اللي احنا بنعمل فيهم كده: ليبيال انكلاين تيث، لو ارشد باليت، شالو فلوريدا ماوث، اند فلات ريدج. يعني ايه كلمه فلات ريدج؟ لما السنة بتتخلع بيحصل ريزوبشن للالفيولر بون. هنتخيل ان احنا في البالت وعندي الالفيولر بون بتاعي له هايت معين، السنة اتخلعت هيحصل ريزوبشن للالفيولر بون، فالهايت بتاع الالفيولر بون هيقل. طالما الهايت بتاع الالفيولر بون هيقل، هيخلي البالت نفسه بتاعك يبقى لو فولت، هيبقى قليل شوية. الكيرفتشر بتاع البالت من الالفيولر بون الكيرف بتاع البالت هيبقى قليل، بنسميها لو ارشد بالت. يبقى الفلات ريدج هي شبه بالظبط اللو ارشد باليت، وزيها بالظبط الشالو فلور اوف ذا ماوث، ونفس الحكايه بالنسبه للليبيال انكلاين تيث. الاربع كونديشنز دول بزود فيهم الفيرتيكال انجليشن باي 5 ديجريز. طيب نرجع للسنه بتاعتنا تاني اللي متصوره كويس، ونتخيل وضع مختلف بقى. نتخيل العكس، بدل ما السنه تبقى ليبيال انكلاين هنتخلي السنه لينجوالي انكلاين. لا، السنة مبقتش ليبيل، دي دخل الجوه شوي، حد يعني مخلوق كده، السنانه لينجوالي انكلاين تيث. هيحصل ايه بقى في اللينجوالي انكلاين تيث دي؟ اجي انا اصور بالاكس ري بيم بتاعتي العادية خالص، هوب انا كده بربنديكولار على البايسكتور. لا، برضو مش بربنديكولار على البايسكتور، امال انا فين؟ انا لا، دي انجل، بقت اكيوت انجل في الحقيقة، بقتش 90 درجة. طب عشان تبقى 90 درجة بقى على البايسكتور انا اعمل ايه؟ لا، انت لازم تنزل بالزاوية شوية، تقلل الفيرتيكال انجليشن بتاعتك شوية. هي كانت كده، لا انا لازم اعملها كده عشان ابقى بيربنديكولار على البايسكتور. هتقللها بمقدار قد ايه؟ هقلل الفيرتيكال انجليشن بمقدار 5 درجات. في اي حالات؟ عكس اللي فاتوا، في حالات الهاي ارشد باليت، ديب فلور اوف ذا ماوث، او اللينجوالي انكلاين تيث. دول الثلاث حالات اللي احنا بنقلل فيهم الفيرتيكال انجليشن باي 5 ديجريز، وده اللي احنا قلناه بزودها في الاربع حالات وبتقلل الفيرتيكال انجليشن في الثلاث حالات دول. تعالوا نشوف بقى هنصور ازاي. الاول انا عشان اصور تكنيكال ستابس اوف ريجوغراف تيكينج، انا عشان اصور بعمل ايه؟ عايز ثلاث حاجات: عايز بيشنت اصوره، وعايز فيلم، وعايز اكس راي ماشين اور كون علشان اظبطه. يبقى احنا في ثلاث حاجات لازمه في التصوير: patient position، film placement، and cone adjustment. ناخد واحده واحده regarding the patient position. بالنسبه للpatient، الpatient ما ينفعش يكون male. الpatient should be هو عاده انت بتصور الpatient قاعد. في البريفيكال جيوغراف احنا بنصور patient هما قاعدين. patient is sitting in an upright position. upright position يعني ايه upright؟ الميد ساجيتال بلين اللي بيقسم جسمنا نصين، في بلين كده اسمه ميد ساجيتال بلين، ده بيقسم جسم يمين وشمال. يبقى العيان الميد ساجيتال بلين بتاعك perpendicular على الفلور، يعني العيان ما يبقاش مايل، راسه ما تبقاش مايله يمين او مايله ناحيه الشمال، يبقى باصص straight forward. والاوكلوزال بلين بتاعك يبقى parallel للفلور، يعني ما يبقاش مرجع راسه ورا او منزل راسه لتحت، لا يبقى straight forward. تظبط له الاوكلوزال بلين بتاعه يبقى parallel للفلور، والميد ساجيتال بلين perpendicular على الفلور. لو احنا بنصور ماكزيلا، الاوكلوزال بلين بيبقى parallel للفلور، ده طبيعي. لما العين بيفتح بقه وبتصور ماكزيلري تيث، الاوكلوزال بلين بيبقى طبيعي parallel للفلور. طب واحنا بنصور ماندبل، واحنا بنصور ماندبل العين بيفتح بقه، ولما العين يفتح بقه بتلاقي الاوكلوزال بلين نزل مع فتحة بقه، فلما ينزل الاوكلوزال بلين مع فتحة بقه حضرتك تبقى عايز ترفع الاوكلوزال بلين تاني، فبتخلي العين يرجع ورا سنة صغيرة زي ما هو موضح في الصورة. وانا بصور ماكزيلا العين باصص ستريت فورورد، مفيش اي حاجة خالص، ومفيش اي تلت لراسه، لكن راسه تلتت باكورد سنة صغيرة في حالة المانديبولار تيث لما بنكون بنصورها. نيجي للسبورت، العين المفروض بيمسك البيشنت بيمسك الفيلم بصباعه، بيسند مش بيمسك، هو بيسند الفيلم بصباعه. انه صباع واحنا شغالين في الماكسيلري تيث بسند بالثمب، شغال ماكسيلا بسند بالثمب، ولو انا شغال في الميد لاين ماكسيلري انسايزرز بسند بالثمب بتاع اي ايد. لكن لو انا مثلا بصور سنان يمين مولرز او بري مولرز او كناين في الرايت سايد، ببتدي اسند بالليفت هاند، بالثمب اوف ذا ليفت هاند. ولو انا بصور ليفت سايد بسند بالثمب اوف ذا رايت هاند، معكوسه يعني.
لو انت بتصور حاجه في الميد لاين هو اي ايد، اوكي انت في الميد لاين مش هتفرق انهي ايد انت سندت بيها، لكن لو احنا بنصور سايد رايت زي ما اتفقنا انا بسند بالهاند او بالثمب الليفت لسهوله، لان انا ما ينفعش ابدا ابقى انا بصور ليفت وساند بالليفت ثمب، يعني ده هيبقى صعب على البيشنت ان هو يعمل كده، فبيسند بالاوبوزيت هاند، يبقى بيسند بالفينجر او الثمب اوف ذا اوبوزيت هاند. طب بالنسبه للور تيث الماندبلر تيث السبورت فينجر بتاعي بيبقى الاندكس فينجر في اللور تيث وانا بصور ماندبل، ده الاندكس وانا بصور ماجزيلا ده الثمب. نيجي للفيلم، مطلوب حاجه تانية من العيان؟ لا خالص، احنا نظبط العيان ما يبقاش قاعد معوج، ما يبقاش قاعد مايل، ما يبقاش مايل دماغه خالص، بظبطه وبفهمه ان السبورت بمسك صباعه كده اللي هيعمل بيه سبورت ونجهزه، وهو ده اللي انا اعلمه ازاي يبتدي يسند بيه الفيلم. نيجي للفيلم بليسمنت، الفيلم بليسمنت بقى له كذا حاجه في ضبطه. تعال نشوف الفيجر دي بقى بتقول ايه. اول حاجه عندي الفيلم بتاعي لازم يبقى الاريا اوف انترست في نص الفيلم، يعني انا هنا بصور اربعه انسايزرز، الاربعه انسايزرز دول بيبقوا في نص الفيلم، هنا انا بصور مولرز يبقى السيكس بيبقى في نص الفيلم، بصور بي مولرز، البري مولرز تبقى هو دي مستحيل تبقى في نص الفيلم، يعني بالذات البريمولرز معلش عذرا كده هي الاريا الوحيده اللي ما بتبقاش في السنتر اوف ذا فيلم، يعني بتبقى ديفييتد شويه لاسباب معينه تكنيكال هناخدها في التصوير، بس هنقول مولرز يبقى المولرز في وسط الفيلم، يبقى اريا اوف انترست شود بي ان ذا سنتر اوف ذا فيلم، دي اول حاجه. تاني حاجه اللينجوس، الافلام بتتحط ازاي؟ الفيلم بيتحط ورا السن، يبقى ما حدش يجي يحط لي الفيلم بتاعي في الليبيال فيستيبيول، لا انا الليبيال فيستيبيول هصور ايه؟ هصور خد العيان او هصور شفايف العيان، وانا مش عايز اصور دي، انا عايز اصور السنه، فالاوبجكت اللي انا بصوره لازم يبقى قدام الفيلم، الفيلم يبقى محطوط ورا السنه. تالت حاجه ديسنان انتيرير ديسنان بوستيرير، الفيلم محطوط ازاي؟ الفيلم بالطول اللونج اكسس اوف ذا فيلم بتاعي بيبقى فيرتيكال في حالة وانا بصور anterior teeth، واللونج اكسس بتاع الفيلم بتاعي بيبقى horizontal، بحطه horizontal كده وانا بصور posterior teeth، يعني الفيلم باختصار بيتحط بالطول واحنا بنصور anterior teeth كلهم من الكناين للكناين، ولو انا بصور posterior teeth premolars or molars الفيلم بتاعي بيتحط بالعرض horizontal. ولازم اراعي كويس قوي ان الابر بوردر اوف ذا فيلم يبقى بارلل للاوكلوزال بلين او الانسايزال ايدج، يعني الفيلم ما يبقاش مايل، كل بوزيشن من دول له يعني الغلطه فيه في الحقيقه بتعمل لك مشكله بعد كده في الريجوجراف بتاعك وممكن تضطر تعيده تاني، كل غلطه في البليسمنت. ايه كمان بنسيب جزء، هو احنا الفيلم بتاعي ده قاعد جوه باكيت مش كده، قاعد جوه باكت، والباكت ده فيه بلاك بيبرز وليد فويل وبتاع حاجات كتير جدا، فحجم الفيلم اساسي اصغر من حجم الباكت، فعشان اضمن ان الكراونز اوف تيث تطلع عندي كلها وتطلع مظبوطه فلازم ان انا اسيب جزء كده فاضي كده، جزء فراغ كده ما بين الانسايز الايدج او الاوكلوزال بلين وبين الطرف بتاع الفيلم، بسيب من 2 ل 3 مللي، قد ايه؟ from 2 to 3 millimeters beyond the incisal edge or occlusal plane، from 2 to 3 millimeters beyond عشان اضمن الكراونز بتاعتي تطلع، لان انا لو عملت البوردر اوف ذا فيلم فلاشنج مع الانسايزال ايدج او الاوكلوزال بلين كده بالتالي في جزء من الكراون هيطير. ايه كمان خدنا قبل كده ان في حاجه اسمها برينت دوت اور امبوز دوت، الامبوز دوت دي في التصوير لازم تبقى اوكلوزال او انسايزال، يعني ما تبقاش ناحيه جوه، ما تبقاش ناحيه البريبيكال اريا، ما تبقاش ناحيه التيشوز، لا تبقى باينه واحنا بنصور، تبقى باينه، تبقى towards the incisal edge or towards the occlusal plane، تبقى من بره، علشان دي اللي بتحدد لي right من left side، وهناخد قدام ازاي اقدر احدد right من left side باستخدام الامبوز دوت. دي هي الشروط او الفيلم placement steps. نيجي للكون، الكون فيه ثلاث حاجات، يبقى التصوير فيه ثلاث حاجات، الكون لوحده فيه ثلاث حاجات، التصوير فيه patient وفيلم وكون، الكون فيه ثلاث حاجات بقى، vertical angulation ودي احنا عارفينها، horizontal angulation و point of entry. يعني ايه الكلام ده؟ كلمة angle عموما بتقولي الالاينمنت، هي بتوصف لي يا جماعة الالاينمنت ما بين الاكس راي بيم وما بين الفيلم
horizontally vertically. الالاينمنت يعني ايه؟ يعني الاتجاهات بتاعتي، الاتجاهات بتاعتي والرصه بتاعتي ما بين العلاقه في الحقيقه ما بين السنترال ريج والفيلم اللي انا بصور، الاوبجكت والفيلم اللي انا بصوره. طب العلاقه دي فيرتيكال احنا اتفقنا عليها، حاجات حفظناها وعارفين كل قريه بتتصور بانجل قد ايه وامتى ازود الفيرتيكال وامتى اقلل الفيرتيكال انجليشن. امال ايه الهوريزونتال انجليشن؟ اجين ادي الفيرتيكال انجليشن مراجعه سريعه عليها حافظينها. امال ايه بقى الهوريزونتال انجليشن؟ الهوريزونتال انجليشن هي السايد تو سايد موفمنت، الحركه في الهوريزونتال بلين، يعني الحركه انتروبوستيريلي كده، هتصور السنان من قدام ولا هتميل شويه لورا ولا هنعمل ايه؟ الانتروبوستيريال موفمنت او السايد تو سايد موفمنت بتاعتي هي دي الحركه في الهوريزونتال بلين اسمها هوريزونتال انجليشن. الانجل ما بين مين ومين؟ طالما انا بتحرك through the horizontal plane يبقى الانجل across مين؟ الميد ساجيتال بلين، العلاقه ما بين السنترال بيم والميد ساجيتال بلين اللي بيقسم جسمنا نصين. ادي الميد ساجيتال بلين وانا هتحرك ازاي؟ انا علاقتي ايه بالميد ساجيتال بلين؟ هنزل بارلل للميد ساجيتال بلين ولا هنزل عليه بانجل؟ الانجلز دي كلها اسمها الهوريزونتال انجليشن. هنحفظها؟ لا مش هنحفظها، بنكتفي ان احنا نقول لك معلومه واحده بس. كيب the x-ray beam the central beam parallel to the interproximal spaces بس. during التصوير انا لازم اخلي السنترال بيم parallel للinterproximal spaces ما بين السنين، ابتدي اخلي العيان يعمل ريتراكشن لشفايفه، يبتسم ابتسامه خفيفه بحيث ان احنا نقدر نشوف الinterproximal spaces ونقدر نجو ثرو ذا interproximal spaces. طب ليه؟ علشان اقدر احكم الميزوديستال دايمنشن بتاع السنه. اذا كانت الفيرتيكال انجليشن كانت بتحكم لي طول السنه والتغيير فيها كان بيقول لي السنه بتقصر او السنه بتطول، ده بيتحكم في طول السنه، فايه اللي بيتحكم في عرض السنه؟ الهوريزونتال انجليشن بيكونترول الميزوديستال دايمنشن اوف ذا توث. انا لازم ابقى داخل بيربنديكولار على الانتر بروكسيمال، سوري، داخل بارلل للانتر بروكسيمال سبيسز، داخل ثرو ذا انتر بروكسيمال سبيسز علشان اجيب الميزوديستال دايمنشن اكوريت. طب لو ما حصلش الكلام ده، المفروض في الابر ايمج المفروض ان داخل بارل انتر بروكسيمال سبيسز فشايف الميزوديستال دايمنشن بتاع السنه هايل، لكن لو ده دخلت بانجل هيحصل ان السنان هتبقى اوفرلابت على بعض، اوفرلابت على بعض. لو انا بشوف داخل من زاويه معينه ببتدي ابص على السنان من زاويه معينه هلاقي السنان راكبه فوق بعض، راكبه فوق بعض دي اسمها هوريزونتال اوفرلابنج، horizontal overlapping. فبالتالي لو انا عندي for example في interproximal caries في منطقه زي هنا كده مثلا، لو انا عندي caries interproximally medial ولا distal surface مش هعرف اجيبه من ال horizontal overlap. نيجي لل point of entry، يعني انا بصور بدخل ازاي وانا بصور central incisors ببص عليها منين. ايه الجايد لاين بتاعي؟ ايه اللاند مارك بتاعتي اللي انا بدخل من خلالها ببقى ضامن ان انا هصور السنان دي بشكل مظبوط، ان انا فعلا منشن على التيث دي؟ ايه اللاند مارك دي؟ العلامه؟ المفروض ان السنترال ريز طالما انا بصور بري ايبيكال راديوجرافي يبقى السنترال بيم بتبقى دايركتد ثرو ذا ايبيسيس اوف تيث، يبقى انا داخل في البري ايبيكال اريا بتاعت السنان عشان اعرف اجيبها كويس جدا. في عندي تو لاينز اوف اورينتيشن، واحد في المجزله وواحد في المندب. التو لاينز اوف اورينتيشن دول واحد اللي في المجزلة ده الالاتريجس لاين، الخط اللي في المجزلة الالاتريجس من الا اوف ذا نوز تو ذا تريجس اوف ذا اير، الالاتريجس لاين ده هو اللاين اوف اورينتيشن اللي في الابر تيث. واللاين اوف اورينتيشن بتاع اللور تيث قال لك في لاين بارلل للانفيرير بوردر اوف ذا ماندبل ويبعد عنه بنص سنتي، ده اللاين اوف اورينتيشن بتاع اللور تيث. طب ايه هي اللاند ماركس؟ اصل اللاينز دي هنبتدي نرص عليها شويه نقط كده. تعالوا نشوف اريا بتتصور ازاي. نبدا بالماكسيلري تيث. احنا زي ما اتفقنا عندنا اربع ريجنز للتصوير، الانسايزرز والكاناين بريمولرز اند مولرز. ريجاردنج ذا انسايزر اريا انا البوينت اوف انتري بتاعتي التيب اوف ذا نوز، يعني نص الكون هيبقى ات ذا تيب اوف ذا نوز، والبيشنت عامل سبورت للفيلم انسايد ذا ماوث. تاني اريا الكناين، البوينت اوف انتري بتاعت الكناين السنتر اوف ذا كون، لو انا مشيت معاه السنترال بيم ماشيه ثرو ذا ال اوف ذا نوز يبقى دايركتد تو ذا ال اوف ذا نوز، يبقى البوينت اوف انتري بتاعتي النص الكون السنتر اوف ذا كون دايركتد توردز ذا ال اوف ذا نوز. لو انا بصور بريمولرز العيان باصص لي ستريت، وهنيجي نبص على البيوبل اوف ذا اي. لو انا نزلت بالبيوبل اوف ذا اي هعمل انترسكشن مع الالاتريجس لاين اللي احنا اتفقنا عليه، ادي الالا
of the nose will triggers of the ear ورا الكون اهو. في اللاين اوف اورينتيشن ده هنزل بلاين يعمل انترسكشن مع اللاين اوف اورينتيشن ده، هتبقى ده الحته اللي احط فيها نص الكون. يبقى اللاين اوف انترسكشن بتوين او البوينت سوري اوف انترسكشن بتوين ذا الاتريجس لاين اند انذر لاين فروم او داونوردز فروم ذا بيبل اوف ذا اي، هو ده البوينت اوف انترسكشن دي ما بين التو لاينز دول، هي دي البوينت اوف انتري بدايه الابر بريمولرز. نيجي للابر مولرز، ابر 6، انا هنا بصور ابر 6. طب بصور ابر 6 انا البوينت اوف انتري بتاعتي فين؟ ادي الالاتريجس لاين وادي الاي، الاوتر كانثس اوف ذا اي هنزل بفيرتيكال لاين ينترسكت مع الالاتريجس لاين، هي دي البوينت اوف انتري بتاعت الابر 6. طب الابر 7 هنزل بفيرتيكال لاين جاي منين؟ جاي 1 سنتيمتر from the outer canthus of the eye ونازل downwards يعمل intersection مع الالاتريجس لاين، هي دي البوينت اوف انتري of the upper 6 والابر 7 وابر 8. الفيرتيكال لاين ده ينزل، الفيرتيكال لاين ده مكانه او يجي 2 سنتي backwards من ال outer canthus of the eye وينزل يعمل intersection مع الالاتريجس لاين، دي تبقى البوينت اوف انتري بتاعت الابر 8 بالvertical angulation اللي احنا اتفقنا عليها بتاعت المولرز. طب لو احنا للمانديبولر تيث، اول حاجة عندي المانديبولر سنتر انسيزور تيب البوينت اوف انتري بتاعتي او المانديبولر انسيزور البوينت اوف انتري التيب اوف ذا تشين. طب بالنسبة للكناين هنزل بvertical line من الالا اوف ذا نوز يعمل intersection مع line of orientation اللور. طب بالنسبة للpremolars برضو الvertical line اللي كان نازل من the pupil of the eye يعمل intersection مع the orientation line في اللور، اللي هو اللاين اللي نص سنتي above the border أو the inferior border of the man. وبالنسبة للsix نفس القصة نفس الحكاية، اللور 6 أنا هاخد الvertical line اللي نازل من the outer canthus of the eye ويعمل intersection مع the orientation line في اللور، والseven والeight على شكلة الupper. احنا كده خلصنا البايسكتنج انجل تكنيك وعرفنا ايه الراديوجرافيك اكزامينيشن بيتم ازاي، عرفنا ازاي نعمل بيشنت بوزيشن وعرفنا الفيلم بوزيشن يبقى عامل ازاي وعرفنا الكون ادجستمنت الفيرتيكال انجليشن والهوريزونتال انجليشن والبوينت اوف انتري هتبقى ايه في كل اريا من اللي احنا بنصوره. نيجي للبارلينج تكنيك، ايه موضوع البارلينج تكنيك؟ قالك لو انت اخترت علشان تظبط صورتك بقى وتخلي الصوره الدايمنشن بتاع السنه هو نفس الدايمنشن بتاع الايمج بتاعتها، هنعمل ايه؟ هنخلي اللونج اكسس بتاع السنة parallel long axis of the tooth. والحكاية دي تعال نشوف الحكاية دي هتودينا لفين. كلمة parallel technique الاسم التاني ليها right angle technique. right angle technique ليه هي كلمة parallel technique؟ ليه الاول اساسا؟ عشان long axis of the tooth كان parallel long axis of the film. right angle technique علشان x-ray beam نازلة right angle or perpendicular on both the tooth and the film. سميناها long cone technique علشان انا بستخدم هنا فيها long cone، في حاجة لازم اعملها لازم استخدم long cone، لازم ابعد بالماشين شوية علشان احسن شوية في الشاربنس بتاع الصورة. والاسم الرابع ليها XCP technique or extension cone paralleling technique، وده هنعرف الاسم ده جاي منين بعد شوية. في الparalleling technique في الحقيقة الفيلم انا هبعده عن السنة. طب هبعده عن السنة البيشنت هيفضل ماسكه كده بصباعه بعيد عن السنة؟ لا، لازم مساكة هولدر، لازم استخدم فيلم هولدر علشان اخلي الفيلم parallel للونج اكسس اوف ذا توث. يبقى انا لازمني هنا في طول معينة بقى لازماني الفيلم هولدر. ده شكل الفيلم هولدر، ادي هو حاجة كده جهاز معين ديفايس صغير كده بيبدأ بيبقى فيه سلوت يتحط في الفيلم والعيان يعد عليه. السلوت اللي بتحط في الفيلم بيكيب الريليشن ان الفيلم بتاعي يبقى بارلل للتوث، والعيان بيبايت عادي على الهولدر، والكون بيجي يبقى inserted inside the port certain port في الهولدر، الكون بيبقى inserted فيه وهكذا يتم التصوير. طيب في عيوب هنا للتكنيك ده، ان احنا لما بنيجي نزود الاوبجكت فيلم ديستنس في الحقيقه الديستنس ما بين السنه وما بين التوث ما بين الفيلم
بيحصل لي ماجنيفيكيشن في الصورة، وده اللي احنا اتفقنا عليه، ان الصورة بتاعتي بتبقى كبيرة شوية ماجنيفايد وبيبقى مشكلة. هنعمل ايه عشان نحسن الموضوع ده؟ لو نفتكر الصورة دي هنبتدي نبعد بالكون، عشان كده سميناه لونج كون تكنيك، عشان لما كل لما ببعد بالكون كل ما بتتحسن عندي الشارتنس بتاعتي وبابتدي اريستور تاني الدايمنشن اوف ذا توث. يبقى انا هنا مطلوب مني ان انا ابعد شويه، يعني ازود اللينث اوف ذا كون. طيب هيحصل ايه بقى due to the increasing the length of the cone؟ هو زيها زي اي حاجه في الدنيا، احنا لما مثلا في عندي كشاف، كل ما نقرب من الكشاف الضوء بتاعي بيبقى جامد، كل ما نبعد عن الكشاف الضوء بتاعي بيبقى ضعيف. نفس الحكايه هنا، كل ما بنبعد الاكس راي ماشين، كل ما بتبعد عن الفيلم يبقى كميه الاكس راي اللي واصله للفيلم قليله، الانتنسيتي اوف ذا اكس راي بيم يسميها انتنسيتي اوف ذا اكس راي بيم بتقل. طب انا هنا علشان احسن الريزوليوشن او الشارتنس بتاع الصوره لازم ان انا ابعد شويه. طب ولو بعدت شويه هتبقى الاكس راي بيم اللي واصله ضعيفه، طب انا عشان ما تخبقاش ضعيفه هعمل ايه؟ زود الاكسبوجر تايم يا سيدي. والمساله دي ليها قانون معين، يعني كل ما بتبعد بمسافه معينه كل ما بتزود الاكسبوجر بقدر معين، ليها حسابات خاصه كده. الحسابات دي ان شاء الله ان شاء الله هنديل وليت في المحاضره اللي جايه، هنبتدي ناخد الكلام ده بتفصيل اكتر شويه من النهارده. بس المعلومه اللي عايزين نخرج بيها النهارده ان كل ما زادت الديستانس، يعني باستخدام اللونج كون بتقل الاكس راي بيم انتنسيتي، فقصادها لازم ازود الاكسبوجر تايم. الانواع المختلفه للفيلم هولدرز، الفيلم هولدرز دي في عندي اكس سي بي انسترومنت، ده الاشهرهم اللي متسمى على اسمه التكنيك، لان ده الموست بريسايز، ده اللي بيبتدي فيه سلوت يتحط فيها الفيلم والبيشنت بيبايت على البلوك دي، ويجي الاكس راي بيم ثرو ذيس رينج تبقى دايركتد بارلل تو بوث، لبوث الفيلم والتوث، فبالتالي هي دي اللي بتحافظ على العلاقه اللي احنا عايزينها، هي اللي تزيد تاتشيف البارلل تكنيك بشكل مظبوط الاكس سي بي. عشان كده التكنيك ده اتسمى اكستنشن كون بارلينج تكنيك. نيجي في عندي ستيب بايت بلوك، الستيب بايت بلوك دي هي عباره عن بايت بلوك وسلوت يتحط فيه الفيلم، ايزي جريب او سناب اراي، سناب اراي ده برضو بلوك العيان بيبايت على البلوك دي والفيلم بيتمسك بحاجه كده شبه التويزر. هنا الهيموستات ممكن تمسكه بنيدل هولدر عادي خالص، او هيموستات يعني لو العيان مش عارف يفتح بقه قوي او مش عارف ان هو يسند الفيلم بصباعه احنا بنستخدم ده. والبريسيجن فيلم هولدرز ده بيبقى فيلم هولدر وبيبقى معاه زي كل متر كده ريكتانجلر كده علشان يبتدي يقلص لي حجم البيم اللي داخله ويبتدي يعرض العيان لاقل كميه اشعه ممكنه. مين في كل دي هولدرز بتستخدم على فكره في البايسكتنج انجل تكنيك وفي البارلنج تكنيك، فيما عدا الاكس سي بي ده بيستخدمه في البارلنج تكنيك فقط لا غير عشان احقق الباراليزم، علشان كده التكنيك اتسمى بده. لكن الستيب بايت بلوك او ايزي جريبس او الهيموستات الكلام ده كله انا بستخدمه مع البايسكتنج انجل تكنيك، ممكن يستخدم معاهم عادي، لكن المخصوص اللي بيحقق او اللي فعلا بيحقق البرنسبل اوف ذا بارلنج تكنيك هو الاكس سي بي انسترومنت. وادي الاكس سي بي بالتفصيل، زي ما اتفقنا دي السلوت بيتحط فيها الفيلم، البايت بلوك والرينج، ودول كونكتد ببعض بميتاليك ارم. الفيلم هولدرز حلوه ولا وحشه؟ والله هي كويسه. ليه بقى كويسه؟ لان هي بتضمن لي لو انا استخدمت فيلم هولدر، اولا بتضمن لي ان الفيلم يبقى ثابت في مكانه كل مره، ثابت في مكان معين. يعني ايه ثابت في مكان معين؟ ثابت يعني طول الوقت الفيلم بيبقى parallel للتوث، ولما يبقى parallel للتوث بيبقى accurate ويديني accurate image. لو جيت اصور العيان بعمل follow up لبيشنت معين، لبيشنت في حاجه معينه مثلا، عملت له treatment معينه وبعمل له follow up، كان عنده periapical lesion وعالجته وبتابع الهيلينج بتاع هذا الليجن، بشوف حصل هيلينج ولا لا. كل مره لما بستخدم الفيلم هولدر الفيلم بيتحط في نفس المكان كل مره، مفيش يعني مجال للخطأ، في نفس المكان الفيلم بيتحط كل مرة في نفس المكان بنفس الأبعاد بنفس الديستنسز، فبالتالي تقدر انك انت تقارن بين الريديوغرافس وبعضها بشكل مطمئن. بنسمي العملية دي reproducibility. reproducibility يعني ايه؟ يعني لو انا جيت اشوف ريديوغراف
first يعني first radiograph أو pre-op radiograph مثلا أو baseline radiograph أو بنسميه radiograph أول ما عملت التريتمنت initial radiograph، وبعد شهرين ثلاثة عايزة أعمل follow up وأشوف البروجرس بتاعي عامل إيه، فبعد شهرين ثلاثة بتصور بنفس الكريتيريا بالضبط باستخدام نفس الهولدر ونفس الأوبجكت فيلم ديستنس ونفس البارامترز بتاعة التصوير. في الآخر بيبقى two radiographs identical لبعض، ما بتشوفش فيهم إلا ال changes أو ما بتقدر تطلع بسهولة منهم ال changes اللي حصلت ما بين الجراف الأولين والتاني. دي بنسميها reproducibility. besides ان هو accurate، علشان ايه accurate؟ علشان ال distances ال fixed distances، يعني انت عندك ال object film distance دي fixed وبالتالي والكون ال length بتاعه fixed، فبالتالي انت بتحصل على صورة accurate. ال patient's finger هو انت كده الفيلم holder ده تحط جوه بق ال patient، وال patient مش مضطر يمسك الفيلم بصباعه ولا يعرض صباعه ل radiation. ايه disadvantages بتاعته؟ طبعا لو احنا عندنا patient بقه صغير شوية small mouth بيبقى فيه discomfort رهيبة، صعب جدا. ولو حاطط الهولدر في بق البيشنت صعب انك تشكل، ممكن الفيلم يتعوج جوه او يتفك جوه وانت مش شايف الكلام ده نظرا لصعوبة الموضوع، بيبقى الموضوع بلكي جدا جوه بق البيشنت، ولو عيان جاجر مستحيل يستحمله. هيس البروسيدجر، الفيلم بوزيشن والبيشنت بوزيشن وايه؟ والله الفيلم بوزيشن نفس الكرايتيريا والبيشنت بوزيشن نفس الكرايتيريا، بيختلفوا في الكون ادجستمنت. الكون ادجستمنت انت احنا هناك في البايسكتنج انجل تكنيك كان عندي هوريزونتال انجليشن وفيرتيكال انجليشن بوينت اوف انتري. هل انا عندي جبت سيره فيرتيكال او هوريزونتال انجليشن خالص؟ ما جبتش سيره الكلام ده اساسا، انا جبتش سيره الكلام ده، انا هحافظ على البوينت اوف انتري فقط. يعني انا عارف البوينت اوف انتري، عارف هبتدي اوجه الكون ناحيه انهي علامه على وش البيشنت، ده اللي انا هلتزم بيه. لكن اوتوماتيكالي احنا لما نحط لما نستخدم الهولدر ونبتدي نحط الكون بتاعي انسايد او في الرينج بتاعه الهولدر، اوتوماتيكالي كده الانجليشن اتظبطت، مفيش مجال ان انا اظبط لا فيرتيكال ولا هوريزونتال، خلاص اتظبطوا لوحدهم. فبالتالي ده قلل شويه من الاخطاء اللي ممكن تحصل نتيجه تظبيط الفيرتيكال هوريزونتال انجليشن مانوال، فبالتالي ساعد على الاكيرسي بتاعت الصوره اكتر من البايسكتنج انجل تكنيك. طب من هنا نبتدي نشوف بقى المزايا الادفانتجز والليميتيشنز اور ديس ادفانتجز بتاعت كل تكنيك. ريجاردنج ذا بايسكتنج انجل تكنيك، هو مريح اكتر للبيشنت طبعا، مفيش هولدر، ولو عيان جاجر بيستحمله، ولو عيان بقه صغير مفيش مشكله، يبقى هو مور كومفورتبل ومور سيمبل كتكنيك. البايسكتنج انجل تكنيك اللي انت جست بتحط الفيلم عين بيسنده بصباعه، مش مضطر انك تستخدم هولدر، محتاج اكسبيرينس، محتاج انك انت تتدرب عليه كتير، لا هو كومفورتبل للعيان، سيمبل تكنيك بالنسبه للتكنيشن. الاكسبوجر تايم بتاعه ما بتضطرش تعلي الاكسبوجر تايم، احنا اضطرينا نعلي الاكسبوجر تايم نظرا لاستخدام اللونج كون في حالات البارلينج تكنيك، لكن هنا شورت اكسبوجر تايم مفيش مشكله. والبر ايبيكال اريا واضحه جدا وانت بتظبط الفيلم وشايفه والدنيا ماشيه كويسه جدا. طب ايه هي الدروباكس بتاعته؟ ان هو مش ستاندردايزد. يعني ايه مش ستاندردايزد؟ يعني انت دلوقتي افرض عايز تقارن بين الجيوغرافز زي ما اتفقنا قبل كده، انا عامل تريتمنت معينه وعايز اشوف اعمل فولو اب ليها، لو انت بتعتمد على نفسك في تظبيط الفيرتيكال والهوريزونتال انجليشن فممكن يبقى فيه اخطاء بسيطه جدا ما تخليش الصورتين ايدنتيكال، فتخلي الكومباريزن في الاخر صعبه، انك انت تقارن بين التوريج جرافس هتبقى صعبه لان انت بتظبط مانيوالي الفيرتيكال والهوريزونتال انجليشن كل مره. فعشان كده هي مش ستاندردايز، ما تقدرش تعتمد عليها انك انت تعمل فولو اب لكيسز. طبعا ممكن يحصل ديستورشن للصوره، ديستورشن يعني امبروبر دايمنشنز، ممكن تعلى منك الفيرتيكال شويه تقل الفيرتيكال، يحصل الهوريزونتال انجليشن تبوظ، يحصل هوريزونتال اوفرلاب، فممكن يحصل دايمنشنال ان اكيرسي. radiation exposure للpatient's finger، patient بيسند الفيلم بصباعه. وبعض الاناتوميك ستراكشرز لو انت بتعمل سوبر امبوزيشن على الصوره ما بتبانش البريبيكال اريا كويسه، زي ايه الكلام ده؟ دي سكال، في عندي structure في السكال مهم جدا بنسميه زيجوماتيك بون. This is the zygomatic bone، عظمة الخد. الزيجوماتيك بون دي واحنا بنصور upper posterior region بتبقى عائق جامد جدا بالنسبة لنا، لان انا بصور بانجوليشن كامل upper posterior بانجوليشن 25 positive 25 positive 25 دي تخليني لازم اجو ثرو، لازم
اعدي من خلال الزيجوماتيك بروسس. ولو انا عديت من خلال الزيجوماتيك بروسس وهي عظمه ضخمه جدا ريلاتيفلي الالفيولار بون، فبالتالي هتمتص الاشعه، فكميه الاشعه اللي واصله للفيلم او اللي واصله للسنان بعد كده هتبقى كميه قليله، فالمنطقه دي هتبان ريدي اوبيك، فمش هتقدر تشوف البريبيكال اريا بتاعه السنان زي كده بالظبط. هتكاست شادو، الشادو بتاعها هيطلع في البريبيكال اريا بتاعه السنان، فبالتالي انا مش هقدر اشوف الاريا دي كويس. السوبر امبوزيشن ده بيعطلني شويه ريجاردنج البايسكتنج انجل تكنيك، لكن لو انا بستخدم بارلينج تكنيك الزاوية بتاعتي بتبقى تحت شوية، ما بتبقاش فوق قوي كده، ما بتبقاش بوزيتيف، ما بتبقاش جاي من فوق، لا بتظبيطك للفيلم هولدر بتلاقي انك انت تحت مستوى الزيجوماتيك بون، فبالتالي بتبان البريبيكال اريا بتاعتي بشكل معقول جدا باستخدام البارلينج تكنيك، بتبقى خلاص نزلت تحت مستوى الزيجوماتيك بون. نيجي للبارلينج تكنيك عكس اللي فاتوا، والله هي accurate و standardized و مفيش superimposition و reproducible زي ما اتفقنا، ومفيش اي dimensional instability، مفيش مشكلة في dimensions بتاعت الصورة، ال vertical horizontal angles adjusted automatically، ومفيش radiation exposure to patient's finger، يعني عكس ال disadvantages بتاعت ال bisecting angle technique عالجناها بال paralleling technique. امال ايه وحشته؟ قالك استخدام الفيلم هولدر ده بقى محتاج شغلانة تانية، محتاج اكسبيرينس من الاوبريتر، ومحتاج ان الفيلم هولدرز دي تبقى اوتوكلافابل علشان تتعقم من عيان للتاني. التكنيك نفسه صعب جدا انك انت تبقى تشوف العيانين الجاجرز او البيشنتس اللي عندهم سمول ماوث، طبعا بتزود الاكسبوجر تايم علشان تحصل على صورة الدنسيتي بتاعتها كويسة ما تبقاش فينت. احيانا البريبيكال اريا بالذات لو ان احنا عندنا لونج روتس، يعني البريبيكال اريا احيانا ما بتبانش في البارلينج تكنيك زي هنا كده. احنا ظبطنا ادي الفيلم هولدر وادي التوث بتاعتي اللي بتتصور، هتلاقي ان الفيلم نفسه بيبقى تحت مستوى الابيكال اريا، يعني الفيلم دخل في السلوت والعيان هيعض على البايت بلوك، ولو هي البايت بلوك سميكة شوية كمان بترفع السنة شوية فتخلي البريبيكال اريا ما تبانش، تتقطع زي هنا كده بالظبط. فاحيانا يعني البريبيكال اريا ما بتبانش في البارالينج تكنيك، البايسكتنج احسن في انه يبين. Thank you and good luck.